اهلا بحضراتكم في الفتره الثانيه من البيت الكبير، ومشرفنا في الفقره الثانيه الناقد الكبير الاستاذ محمد الروسي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن هاني، منورنا. ربنا يخليك كابتن، ده نورك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ناخد الاحداث لسه اللي حاصله من نقدر نقول من دقائق دلوقتي. طبعا تعادل نادي الزمالك 3-3 مع سموحه، ده بيدي النادي الاهلي ان شاء الله اولويه ويدي له فرصه بيقرب المشوار، يعني بيقرب المسافه. بدل ما كنت على بعد 8 نقاط اصبحت على بعد 6 نقاط، فالدنيا بتقرب بالنسبه للنادي الاهلي، وتشعر ان الدوري بيجري على النادي الاهلي اكتر من النادي الاهلي بيجري عليه، يعني وهو يستحق ذلك، لان يعني هو الفريق الافضل والفريق الاقوى والفريق الاكثر انتصارا في المباريات في الدوري، الاعلى نقاطا، فريق ماشي بشكل منتظم بشكل منسق. فخلاص هانت، يعني اعتقد ان الماتشين الجايين لو ربنا سبحانه وتعالى وفق النادي الاهلي في انه يكسب ماتش اسماعيلي ونصر الاتحاد، هيكونوا الماتشات الفاصله والحاسمه والمنهيه لدرع الدوري رقم 42 قاب قوسين او ادنى او اقل كمان، والدوري يكون في حضن النادي الاهلي ان شاء الله كالعاده. يعني بطولاتنا المفضله الدوري، وكلنا مستنيين ان شاء الله يا رب ان شاء الله بس نعدي مباراه الاسماعيلي والاتحاد ان شاء الله، برضو فرقتين على مستوى عالي لكن الفوز فيهم ان شاء الله. وكنت بتكلم قبل ما حضرتك تخش، من الطبيعي بقى ان اللجنه الخماسيه تحضر نفسها ان استلام درع الدوري، لان ده هيكون رسميا، هيكون ان شاء الله باذن الله، مش عايزين نقاطع، ان ممكن وارد جدا يكون في برج العرب يوم الاثنين. تفتكر ممكن يكون في تحرك من دلوقتي للاستعداد للنادي الاهلي انه استلام درع الدوري، زي ما بنشوف في البطولات الكبيره البريمير ليج والكل دوت، بنشوف ان ممكن بعد المباراه ويبقى في حلاوه كمان الفوز، مش انك تفوز بالدوري بعدين تخرج وبعدين تلعب ماتشين وبعدين يسلمك الدوري. انا دايما احساسي كلاعب انك لما بتفوز بالدوري بتلعب المباراه والدرع الدوري محطوط بره، وطبعا للاسف ما فيش جماهير، ده اللي كانت الصوره اللي ناقصه طبعا، لكن بيبقى ليها مردود تاني وبيبقى ليها احساس تاني. تفتكر ممكن اللجنه الخماسيه تبدا تتصرف بشكل احترافي كده في الفتره اللي جايه استعدادا يعني لمن الاهلي يفوز بدرع الدوري 42؟ طبعا الطبيعي، يعني احنا لم نشهد لاي مجلس اتحاد الكره تنسيق لهذا الحدث، رغم ان بطوله الدوري هي البطوله الاهم والبطوله الاقوى، ودايما بتبقى معروفه بطوله الفرق الكبيره، بطوله النفس الكبير، البطوله اللي بتعبر عن قوه الفرق. صحيح. واستقرارها وقيمتها، يعني مع احترامنا وتقديرنا لمسابقه الكاس لاي بطوله تانية موجوده عندك معلية، مسابقه الكاس الاقدم ولكن على مستوى يظل لا حتى على مستوى العالم يظهر لدرع الدوري. مزبوط. او بطوله الدوري هي الاقوى وهي الاعظم، لذلك بيكون المفروض بتكون الحفاوه بيها كبيره، بتكون قيمتها كبيره، قيمتها غير قيمتها الماديه. طبعا احنا ما عندناش قيمه ماديه للبطوله للاسف لغايه دلوقتي في الدوري، وده شيء طبعا غير مقبول على الاطلاق، لان الناس بتصرف ملايين الجنيهات عشان تجهز فرق وتفوز بيها البطولات، لكن في النهايه الدرع حتى القيمه المعنويه دي ادهاني بقى، يعني عظم لي العطاء المعنوي اللي انت بتديه لي، اللي انا باخده، ما تديهوليش في السر او ما تبعتهوليش في الظلام او ما تبعتهوليش في الخفاء. فالمفروض اتحاد الكره اللجنه الخماسيه تبدا الاستعداد لهذا الحدث الكبير، وهو لحظه جمع الثمار، لحظه التتويج بتاعتك اللي انت هتاخد بيها البطوله، المفروض يجهز لهذا الكلام. ممكن يقول لك انا مش هقدر اسلم النادي الاهلي الدرع الا لما البطوله تنتهي رسميا، قد يكون عنده بعض الحق زي ما حصل في الدوري الانجليزي. ماشي. جهزني لاخر مباراه. لان كمان يا استاذ محمد خلي بالك اللقطه ديت، اللقطه اللي احنا بنشوفها مثلا في البريمير ليج، انت كمان دي لقطه على مستوى التسويق، ان السبونسر بتاع النادي الاهلي لازم يطلع في اللقطه دي. طبعا. يعني دي طبعا. كمان فلوس طبعا. ده طبعا. يعني طبعا. ده دي كلها حاجات سبونسر من حقه انه يطلع في لقطه زي ديت. تمام فالمفروض يتم الاستعداد لها، واتمنى برضو يعني النادي برضو يتحرك في هذا الاتجاه. صحيح. علشان يعمل ده، لان ده حقه وتعب في الموسم ده وقدر يعمل موسم عظيم ويخلص الموسم بدري بشكل كبير جدا. يعني ننتظر هذه اللقطه، ننتظر هذه اللحظه، لان المفروض ان اتحاد الكره يكون عنده كل الحاجات دي حتى هو يعلي من المسابقه بتاعته. صحيح. يعلي من قيمه المسابقه ومن قيمه البطل، ويعطي من اجتهد ومن تعب ومن انتصر ومن قدر يحسم مبكرا. اعتقد ان اللحظه كلنا ننتظرها، وسنرى ماذا سيفعل اتحاد الكره في هذا الامر. يعني ان شاء الله. طبعا نتائج النهارده كان في نتائج، طبعا نتائج نقدر نقول تبقى غير متوقعه، يعني نتائج النهارده نتائج خاصه نتكلم على مباراة الزمالك وسموحة، واحنا معانا طبعا الكابتن احمد ناجي على التليفون. كابتن احمد ناجي مساء الخير. عشان تقفل. كابتن احمد. ايوه. مساء الخير. مساء الفل يا نوش. عامل ايه يا كابتن، وحشنا. وانت اكتر. صوتك مزقطط. فرحان. الحمد لله صوتك مزقطط. لان احنا عارفين كان يعني نقدر نقول مبروك. طبعا كان مباراه ماراثونيه، واعتقد نادي سموحه كان
في حاجه شديده جدا جدا للمباراه ديت، وعمل مباراه اعتقد مباراه كبيره قدام نادي الزمالك وكان ند، وقدر طبعا يخرج بنقطه غاليه جدا، وخاصه طبعا مع جهاز فني جديد. ف اشرح لنا النهارده المباراه وقول لنا يا كابتن احساسك ايه بعد المباراه. الحاجه الحلوه قوي قوي ان انت تبقى خسران 3-1 وما تفقدش الامل، صحيح، وتشتغل الشغل المتفق عليه من كابتن احمد سامي، وتشتغل عادي ويبقى في عندك ثبات، وترجع في المباراه مع فرقه كبيره زي نادي الزمالك 3-3، فهو ده المكسب الكبير يعني. طبيعي نتيجة 3-3 الناس تعادل هي نقطة، لكن زي انت ما بتقول النقطة والأهم ان كمان انك بترجع للمباراة، انك كتير جدا من الفرق ممكن بتلعب قدام فرق كبيرة زي الأهلي والزمالك بيكون فارق جونين، فالموضوع بيبقى خلاص من الصعب تعويض، لكن دي كمان بتزود الحالة المعنوية، بتزود الثقة. ممكن تعمل تليفون، هو ده طبعا اللي احنا حتى كجهاز اتكلمنا بيه بعد المباراة، وهنبني عليه من ناحيه النفسيه والمعنويه، طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا يعني. ده مهم جدا طبعا، ويعني بنقول للكابتن احمد سامي مبروك طبعا، هي بالنسبه له طبعا اعتقد كانت مباراه كمان مهمه جدا، ان هو يمكن بعد يعني اتكلمنا عن شكل الانتقال من نادي لنادي واتكلمنا على بعض الانتقادات، لكن ده لازم يعني لازم يتم، وده دورنا كاعلام ان احنا كمان نشوف الحاجات السلبيه ونتكلم عليها، لكن لما بنشوف حاجات ايجابيه اعتقد النهارده مباراه يعني على المستوى الفني مباراه جيده جدا، زي ما بقول على المستوى النتيجه مباراه جيده مع فريق طبعا كبير زي نادي الزمالك بتعادل 3-3، وعلى المستوى المعنوي زي ما قلت يا كابتن احمد ان كمان بتدي بوش وبتدي دفعه للفتره اللي جايه. هيبني عليه ان شاء الله، وكابتن سامي هيبني عليه ان احنا محتاجين دفعه معنويه تشدنا شويه وتخلي الاولاد في معدلات الثقه تزيد. وبمناسبه احمد سامي، واحمد سامي ما عملش عقد خالص مع نادي طنطا على فكره، يعني انا عشان قعدت معاه اليومين اللي فاتوا عرفت ان هو ما عملش عقد مع نادي طنطا وما خدش حاجه من نادي لا احنا طنطا. عارفين صحيح ده احنا قلناه هنا يا كابتن، بلغهم بعد مباراه الانتاج ان هو معتزل يعني. احنا قلنا هنا الكلام ده يا كابتن فعلا، لا احنا قلنا كمان هنا الكلام دوت ان هو ما كانش يعني حتى اتفق مع طنطا ما خدش فلوس من نادي طنطا وما رضاش ياخد فلوس، يمكن ليه اسباب، ممكن هو كان يعني كان ممكن على اتصال بالمهندس فرج عامل، لكن احنا بره الحاجات الاداريه اللي انا من وجهه نظر شايفها انها سلبيه، وهفضل اقول انها سلبيه ما فيش اي مشكله، لكن لما يكون في حاجه ايجابيه على المستوى الفني لازم نقولها. مبروك يا كابتن احمد، وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن، ويعني من انتصار لانتصار ان شاء الله باذن الله. يا رب دعواتك. شكرا يا كابتن احمد، شكرا. طبعا انا بتفق مع حضرتك في الحاجات السلبيه، وكلنا انتقدنا هذا التصرف على الاطلاق طبعا يعني، لان عندنا مشكله في المدربين وتعاقداتهم مع الانديه وكلام كتير جدا ليس وقته، فطبعا يعني انا بتفق مع موقفك تماما في هذا الامر، وانا شخصيا اتكلمت على الجزئيه دي بشكل واضح ومحدد، احترام العقود والتعاقدات والفرق اللي تروحها ده مهم جدا من بالنسبه لاي مدرب وسمعته وقيمته يعني. لكن صحيح. خلينا في الجزء النهارده، انك انت كمدرب في اول مباراه ليك مع نادي الزمالك وتبقى متاخر 3-1 وترجع تبقى 3-3، اعتقد ان دي حاجه كويسه جدا بالنسبه لفريق سموحه وبالنسبه للمدرب كابتن احمد سامي وجهازه الجديد طبعا يعني. اصل خلي بالك برضو يعني نتكلم كوره وبكل امانه، هو ما لحقش يشتغل فني مع الفريق. لا طبعا يعني خلينا نتكلم، ده ممكن جزء كمان من شغل الفني الكابتن حماده صدقي طبعًا. هو بتبقى جزء معنوي ان هو اول مباراه قدام طبعًا. فريق كبير وبياخد نقطه بشكل جيد يعني، لكن انا كمان معاك، احنا يا جماعه احنا ما بنغيرش من يوم وليله ان احنا ده كابتن لا احنا قلنا في مواقف سلبيه، كان الكابتن احمد سامي موقف سلبي جدا مع اداره طنطا ومع انتقاله لسموحه، ده بنقوله على المستوى الاداري وعلى مستوى الانتقالات، مش هو بس يعني في كذا مدرب لكن يعني لما يكون في حاله ايجابيه بالنسبه له، بدايه مع فريق سموحه بشكل جيد جدا، كان ند جدا لنادي الزمالك، قدر يرجع من 3-1 ل 3-3، فلازم نشيد بيه يعني. يمكن حكايه المدربين والتعاقدات دي، كابتن حماده الصيدي طبعا وله كل احترام والتقدير، هو كان متعاقد مع الهلال السوداني وساب تعاقده وجه تعاقد مع سموحه يعني، وبرده انتقدنا هذا الامر وهذا التصرف. قبل كده كابتن طارق العشري انتقل من فرقه لفرقه، كابتن حرس الحدود للمصري يعني. فانا احنا بنطالب والله بالنسبه لكل المدربين، بنطلب من المدرب ان يحترم تعاقده مع الفريق، الا اذا اقالوا اداره النادي دي اقالته احطت اقاله، فده امر ما حدش يقدر يتكلم فيه، لكن ان انا ابقى متعاقد مع فريق وافتح باب للتفاوض، حد يجي يتفاوض معايا تاني عشان انضم لفريق تاني، هذا امر مرفوض
تماما وامر غير مقبول يعني حقيقي. يعني يعني تفاجئ مثلا ان مثلا كان من ضمن الناس اللي بتفاوضوا معاها مثلا كان كابتن، كان بيتفاوض مع كابتن ايهاب جلال، كان بيتفاوض مع مدربين تانيين، مدربين ماسكين فرق مع كابتن مختار، سمعنا مع كابتن مختار طبعا ممنوع أصلاً. رفض انت مستحيل ممنوع يعني تتكلم مع واحد اوريدي، طبعا زي الواحد اوريدي متعاقد مع فرقه يعني. فاحنا يعني ريت اتحاد الكره يعمل حاجات في هذا الامر، يكون في قواعد وضوابط للمدربين والتعاقدات وعدم فسخ، الا لو مدرب اقلوه من فرقه وراح مسك فرقه ثانيه. ثم اللي انا شايفه يا كابتن هاني ان عمليه التعاقد مع المدربين ان الدايره ضيقه جدا يعني محدوده يعني، يعني مسؤول الانديه ما بيفكروش في خارج الصندوق في مدربين، زي مثلا نادي اسوان. نادي اسوان لما منح فرصه للكابتن احمد كشري صحيح. كسبنا مدرب جديد الحقيقه يعني طبعا. احنا شايفين دلوقتي بنقدم واحد للاداره الفنيه كابتن احمد كشري، حاجه محترمه جدا، عامل شغل كبير جدا في اسوان. انا هقول لك هو واخد فرقه كويسه من كابتن مجدي عبد العاطي، ده حقيقه، والفرقه كانت ماشيه كويس، لكن هو كمل وزود طبعا وعامل. يعني انا بتفرج النهارده على ماتش انتاج الحرب، انتاج الحرب وسموحه الحقيقه، شفت الماتش كله، انتاج الحرب واسوان فرقه ليها شكل وليها نظام وليها تكتيك. انتاج الحرب بيهاجم لكن سايب مساحات كبيره جدا، كشري منتبه ليها بشكل كبير جدا، وقدر يخلص الماتش من الحاجات دي، وقدر يلعب بشكل قوي بشكل مميز. طبعا اسوان مش ده اول ماتش ليه يكسبه، كان في ماتش سموحه كان شغال كويس جدا وخسر الماتش في اللحظه الاخيره صحيح. ماتش بيراميدز كان كسبان في الدقيقه 97 برضو ركله جزاء، اعتقد ان هو ماشيين بشكل كويس جدا. 28 نقطه قفزوا من المركز ال 16 الى المركز ال 12 من الفرق الشعبيه اللي تحتاج دعمنا كلنا ان هي تبقى موجوده. انا من اكبر المؤيدين للفرق الشعبيه، الفرق الشعبيه يعني الفرق اللي بتنتمي للمحافظات بتنتمي للجماهير، ان هي تكون موجوده في الدوري، لان كل ما كانت الفرق دي موجوده في الدوري كل ما قوت الدوري واشعلته، خصوصا لما ترجع الجماهير ان شاء الله. يعني مجرد ما عودت الجماهير هتلاقي حياه كبيره جدا في صحيح. الملاعب، عكس فرق تانية مهما تلاقي ممكن فرقتين بيلعبوا ما فيش 10 بيتفرجوا عليهم صحيح. مثلا يعني صحيح صحيح. فطبعا كل التقدير هي النقطه اللي اتكلمنا فيها استاذ محمد، ان كمان معانا دلوقتي الكابتن احمد سامي. كابتن احمد سامي مساء الخير، اولا مبروك النهارده، نقدر نقول طبعا مبروك لان العوده من الهزيمه 3-1 ل 3-3 قدام نادي الزمالك اعتقد مكسب على المستوى المعنوي، كمان في طريق ان شاء الله يعني الثقه في النفس وعوده الثقه للجهاز الفني الجديد وكمان اللاعبين. ده كابتن هاني الله يبارك فيك، أخبارك إيه؟ الحمد لله ده كرم من عند ربنا، واحنا كجهاز يعني كابتن احمد حموده مدرب عام وخميس جعفر مدرب، ومعايا قيمه كبيره طبعا الكابتن احمد ناجي، انا اتشرفت ان هو يعني شغال معايا في الجهاز، لان الكابتن احمد ناجي ده تاريخ يعني. صحيح صحيح. لا طبعا، وكابتن احمد حموده طبعا من الناس الكوادر الجيده طبعًا. جدا اشتغل في وادي دجله وجهاز فني اعتقد. المهم كابتن احمد سامي ان الفتره اللي جايه اعتقد في تارجت وفي هدف ان نادي سموحه، ويمكن انت لما تعاقدت او اتكلمت مع المهندس فرج عامر ان في تارجت السنه دي ان اكيد يبقى نادي سموحه في حته تانية في حته مختلفه. وخلينا اكلمك بكل امانه، انت كويس انك دخلت معايا على الهواء، عشان كمان احنا كنا اتكلمنا شويه انتقادات على حضرتك في موضوع الانتقال من نادي طنطا لسموحه، ده وارد، وانا بكلمك كل امانه احنا كاعلام من حقنا نشوف الايجاب والسلب. النهارده بتعمل حاجه شايف انها حاجه محترمه تكمله لمشوار الكابتن حماده صدقي، لكن خلينا اقول ازاي يعني ازاي انت شايف مشوار سموحه اللي جاي، يمكن مباراه الزمالك خطوه، لكن انت كمان شايف السكه جايه ازاي او طريقك بالنسبه لسموحه في الدوري للفتره اللي جايه، يعني عندكم 8 او 9 ماتشات كمان، شايفها ازاي؟ انا بشكر طبعا باشمهندس فرج عامر على ثقته فيا ودعمه ليا، وانا متعاقد مع سموحه سنه ونص، السنه دي فاضل حوالي 8 ماتشات، هنحاول بشكل كبير نعمل تصور ونحاول ناخد مركز كويس، والسنه الجايه ان شاء الله نبني عليها للسنه الجايه اللي هي اهم، السنه الجايه اهم بالنسبه لنا. وانا برضو خلي بالك انا طبعا مبسوط اني عملت رجعت الماتش مع فرق، بس عندنا ماتشات صعبه جدا كتير، ويعني طبعا نقطه ايجابيه نقدر نبني عليها، بس اللي جاي طبعا اصعب اكيد يا كابتن. طبعا العوده من 3-1 ل 3-3 وكمان التغييرات، يعني كنت شايف ان في تغييرات عملت فارق كبير جدا في المباراه،
اكيد انت طبعا من خلال حتى في الفتره اللي كنت موجود فيها من خلال تحليل المباريات اذا كان في الاذاعه او في التلفزيون كنت ملم بنقط الضعف والقوه في فرقه سموحه ومعظم فرق الدوري. لكن خلينا نتكلم برضو على حاجه ايجابيه، انك تتعامل في المباراه في اخر ربع ساعه بهذا المنطق والتغييرات كانت تغييرات ايجابيه، ده طبعا شيء يحسب لك ويحسب للمجموعه العمل اللي معاك. يعني انا مع كابتن هاني، انا بحب الكوره الهجوميه وفي نفس الوقت حته التوازن وهي مهمه جدا. اه طبعا كان عندنا مشاكل كبيره في النواحي في الثغرات، لكن انا كنت مشغل اللعيبه على مساحات معينه في ظهر الفرقه، في ظهر فرقه الزمالك كان فيها مساحات كبيره. فطبعا التغييرات، بالنسبه للتغييرات انا لعبت بالفندر واحد وناصر ماهر لعبته يعني ديفندر متقدم شويه، على اساس كان في ميس باص كتير جدا في نص الملعب. نص الملعب لعبته نص ملعب ونزلت ميسي، ما كنتش بتوصل بسرعه للتلت الهجومي بالظبط. فانا خليت ناصر ماهر يعمل الدور ده، وده برده في نوع من الريسك، يعني برده ناصر ماهر من واحد دفاعيه مش زي الديفندر. صحيح صحيح. فانا كنت بعتمد على حته ان انا هيبقى معايا كوره اكتر، وفي نفس الوقت اعمل كثافه هجوميه عن طريق ان ميكي يبقى تحت حسام، وطبعا كان محمد نادي هو صرف وديريك طرف تحت حسام حسن. انا بالنسبه لي انا ثلاثه لما توصل النتيجه، انا عملت التغيير ده اخر ربع ساعه خدت فيه ريسك، لان انا بالنسبه لي مش هتفرق انا ان انا اتغلب ثلاثه واحافظ على النتيجه. انا مش هو ده اللي انا جاي امسك سمعه عشان كده، لا انا ما بلعبش لعب مقاولات او تجاري، انا جاي الهدف وطموح معين انا عايز احققه في النادي الكبير اللي انا ماسكه والجهاز اللي معايا واللعيبه، وبنفس الوقت طموح رئيس النادي. لا مبروك يا كابتن، ان شاء الله خطوه طبعا على المستوى الفني خطوه ايجابيه جدا، بالتوفيق طبعا ليك ولنادي سموحه وكل الفرق المصريه. شكرا جزيلا كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه. نرجع للنتائج النهارده، نتائج اتكلمنا على اسوان انه بيعمل شكل جيد جدا طبعاً. كمان نتكلم على يعني مباراه بيراميدز النهارده والمصري يعني دي المباراه الثالثه على التوالي لبيراميدز بيخسرها، يعني تسع نقاط في أدم نحس وأدم بتنحس يعني، لكن دي خسارة غريبة لفرق بيراميدز، يعني فريق المفروض كان بينافس وكان مرشح ان ياخد المركز الثاني، الان بيبعد كثيرا عن المركز الثاني، ده تراجع عن المركز الرابع. هو يعني في المركز الرابع دلوقتي المقاولين خلاص بيتقدم بعد المقاولين بعد ما كسبوا النهارده الجميل. فاعتقد لكن الاهم من خسارة بيراميدز هو مكسب النادي المصري نفسه، يعني المصري بقى له فترة طويلة جدا ما عملش نتائج طيبة، ما عملش مكسب. في دي تاني مباراة ليه مع كابتن علي ماهر، يمكن تعادل في المباراة السابقة، والنهارده بيحصد ثلاث نقاط مهمة جدا بتوصل له نقطة يعني 25، اعتقد حاجة كويسة جدا. المصري من الفرق وعنده ثلاث مباريات مؤجلة، ولسه عنده ثلاث مباريات مؤجلة، يعني المصري من الفرق الثقيلة في الدوري يعني. يعني غريبة جدا ان هو بقى في الموقع ده او في المكان ده، اعتقد ان المباريات القادمة هتكون مهمة جدا، لكن رغم فوزه هو محتاج شغل كبير جدا يا كابتن هاني. صحيح. اعتقد ان يعني اعتقد ان علي ماهر هيشتغل على ده كتير جدا خلال المرحله القادمه، لكن الفوز هيديله دفعه معنويه كبيره جدا انه يكمل في المرحلات. طب انا عايز اسالك سؤال يا استاذ محمد وتقول لي احساسك ليه. تفتكر ان بيراميدز عنده مشكله اداريه بعد طبعا التعاقد مع لاعب النادي الاهلي السابق بمبلغ كبير، ممكن جدا ده بيكون ليه تاثير سلبي على بعض اللاعبين وخاصه اللعيبه الكبار، مثلا عبد الله السعيد بتتكلم على علي جبري، بتتكلم على يعني اسماء كبيره محمد فاروق مثلا. النادي بيراميدز اعتقد يمكن فاز بمباراه واحده كانت امام اسوان في اخر دقائق، ونتائج اعتقد نتائج سيئه على يعني مقياسا بامكانياته الفنيه. تفتكر في بعض، نبدا نقول ان في بعض المشاكل بسبب الانتقال لاعب الاهلي السابق لبيراميدز و عقده الكبير جدا ممكن يكون بدايه مشكله في اوضه اللبس شويه؟ هما حاجتين يا كابتن حسب المعلومات طبعا اللي عندي، اولا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده موجود بالفعل، وبعض اللعيبه اتكلمت فيه وبعض اللعيبه تناقشت فيه مع الاداره واثر على البعض منهم بشكل كبير جدا، وكان واضح ده تاثيره. الحاجه الثانيه غياب عبد الله السعيد، واضح ان هو راس الفريق، يعني فريق قائم على لاعب بدرجه كبيره جدا، فاذا غاب هذا اللاعب يعني الفريق بيتاثر كتير جدا بيه، والفرق اللي بتعتمد على لاعب دي ما تبقاش فرقه بطوله، يعني ما تقدرش تحتم بطوله، ما فيش فريق في الدنيا عايز يعمل حاجه كويسه ممكن يعتمد على لاعب، فشخصيه الفريق او جمعيه الفريق هي دايما اللي انت بتعتمد عليها، سواء غاب عنك لاعب او ما غابش، يبقى المفروض يبقى عندك بدايل متاحه، خصوصا انت بتصرف فلوس
بلا حدود يعني، بملايين لم نرها من قبل في الدوري المصري او مع لاعبين مصريين يعني. فكون ان لاعب واحد بيغيب عندك بتتاثر بشكل كبير، ده اعتقد ده فيها خلل كبير جدا يعني. مؤكد ان هم مفترض هيشتغلوا على الكلام ده خلال المرحله المقبله. غير كده ان هم يعني فرقه بيراميدز يعني في مباراه بتلعب عليها بتعتبرها مباراه بطوله بالنسبه لها، او مباراه حياه او موت، زي ماتش الاهلي. تشوفهم في ماتش مثلا لما بيواجهوا الاهلي تشوف الفرقه طبيعي، اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بالظبط يعني بالظبط يعني. وبعد كده تلاقي الدنيا مش موجوده يعني خالص، بعد كده تلاقيها ممكن يخسر ويتعادل ويخسر ويتعادل ويخسر ويتعادل. فشايف طبعا غياب عبد الله السعيد والاوضاع الماديه بعد لما في لعيبه عقودها مرتفعه جدا وعقود ثانيه اقل، فاعتقد ان ده عامل بعض الازمات هناك يعني. ممكن على مستوى خلاص احنا قربنا على نهايه الدوري دلوقتي، المقاولين فارق نقطتين عن بيراميدز. المقاولين دلوقتي عنده 47 نقطة. بيراميدز عنده 45 نقطة، نادي الزمالك 52 نقطة، النادي الاهلي خلاص يعني في حته تانية خالص. خلينا بس قبل ما نغادر المقاولين، النهارده المقاولين بيكسب بهدف رائع لطاهر محمد طاهر لاعب الاهلي المقبل للمباراه الثانيه على التوالي، بيكون هو يعني العنصر الفعال، واللي ليه بصمه شفناها في ماتش وادي دجله. المقاولين كان خسران قدر يرجعه لحاله التعادل، شفنا النهارده المباراه كانت ماشيه في اطار التعادل 2-2 قدر يصنع الفارق يعني. فالحقيقه يعني ان شاء الله صفقه مبشره بالنسبه للنادي الاهلي، لان من بعد ما تعاقد النادي الاهلي بكتير كان هو مصاب، وقعدت ناس تشكك كتير جدا فين الصفقه اللي جابها الاهلي، فين طاهر محمد طاهر، ده اشترى الترمايد، ده ما بيلعبش. طبعا الكلام ده ما كانش موجود لان اللاعب كان مصاب، وحتى هو لما طلع وقال ان انا مصاب برضه الناس مش عايزه تقتنع بان هو مصاب، لكن لما رجع اثبت ان هو لاعب قوي ولاعب مميز ولاعب هيكون له بصمه. واعتقد ان توقيعه مع النادي الاهلي ده بيديه دفعه معنويه كبيره جدا، هتضيف نادي المقاولين لغايه ما يغادر المقاولين في نهايه الموسم منتقلا للنادي الاهلي. ده حقيقي ان شاء الله يكون مكسب للنادي الاهلي. يمكن اتكلمنا مكسب النادي الاهلي، وفي مشروع نجم، خلينا نقول مش نجم، مشروع نجم، لان دايما عندي تحفظ على ان احنا دايما بيبقى الموضوع بالنسبه لنا سريع قوي ما عندنا وان شاء الله يكون مشروع نجم. لا لا طبعا طبعا يعني انا دايما بتكلم يا استاذ محمد ان دايما طموحات كبيره عليه جدا، لكن في فرق انك بتبني او بتحط طموحات على اللعيب بتساعده في الملعب، وفي ضغوط ممكن تبقى سلبيه على اللعيب نفسه. فعايزين نقول ان احنا منتظرين اداء محترم، لان احنا عارفين انه لعيب محترم، لكن يعني هيخش يعني لسه هيخش منظومه النادي الاهلي، واللعب في النادي الاهلي مختلف شويه عن بعض الانديه مع احترامي للجميع، لكن من الواضح ان هو امكانياته حتى التهديفيه امكانيات كبيره طبعا. يعني حتى هو انت بالظبط يا كابتن، وانت طبعا لما النادي الاهلي اختاره بيختاره طبقا لمقاييس وقدرات معينه، مقاييس فنيه ومقاييس بدنيه ومقاييس سلوكيه طبعا، وسلوكيه دي بالاساس طبعا بدرجه كبيره جدا. فالاهلي خد كل المقاييس دي، فالاهلي اختار، بقي على طاهر لما يجي يدخل في منظومه الاهلي ويفهم منظومه الاهلي ويتعامل مع منظومه الاهلي علشان يقدر يتسارع معها وينسجم معها ويحقق اهداف وطموحات جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اعتقد ان هو لاعب واعد، لكن برضه زي ما حضرتك قلت مش عايزين نحمله فوق طاقته، مش عايزين نعتبره ان هو اللي جاي المنقذ لحاجات كتيره جدا او تعود حاجات جدا، ده بيجي وياخد وقته بشكل كويس بشكل كبير، وان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي في المرحله المقبله يعني ان شاء الله. كان في سؤال يعني كمان بيدور في خلال الفتره اللي فاتت، هو انتقال اللاعب السابق للنادي الاهلي لنادي بيراميدز، الصفقه اتعرفت بكام؟ ما تعرفتش حتى على مستوى يعني السايت بتاع النادي الانجليزي، هو قال انتقل لنادي بيراميدز بدون اعلان عن قيمه الصفقه، لان في كلام كتير قوي، اصل الصفقه اصل بيراميدز دفع اقل من النادي الاهلي ب 500,000 باوند اصل هو الاهلي كان كام يا كابتن؟ يعني الرقم كان معلن وكان معروف 3.5. الاهلي كان 3.5. طب بقول لك الرقم، قول لي الرقم، الرقم اللي دفع بالفعل قول لي وانا هقول لك صح ولا غلط. 5 مليون استرليني 700,000. 5700؟ لا ممكن يكون كمان اكتر شويه يعني. ده الرقم ده فعلا، انا الرقم ده يمكن عارفه النهارده يعني من مصدر موثوق يعني. 5700. السؤال، طب الناس اللي بتقول لك اصل لا ده اقل ب 500,000 باوند، طب ازاي يعني طيب؟ ازاي اذا كان اصلا النادي نادي هيلسفيلد هناك قال لك القيمه يعني في كده في العقود كده يقول لك انا مش عايز اقول القيمه كام، ومن حقهم يقول لك تمت الصفقه ومش هعلن القيمه. طب القيمه مش معلنه، انت ليه هنا عايز تقول اصل القيمه اقل من النادي الاهلي دفعه؟ يعني كده. انت عايز تقول لجماهير النادي الاهلي ان الاداره خلي بالكم ده الاداره ده خدوهم باقل من يعني كلام للاسف برضو تاني بيستفز الواحد وبيقول لا ما يعني خليكم بقى في حالكم يعني خلاص اللعيب انتقل وجود لك ليه وخلاص احنا الموضوع ده اتفق، لكن ما توحيش للناس، ما توحيش بقى ان النادي الاهلي هو لا النادي الاهلي يعني قدم عرض
وفي نادي تاني قدم عرض اكبر يعني مش معقول ان النادي هناك هيقدم اقل منه يعني الاهلي كان 3.5 عقلانيا على الاقل كده. على الاقل يعني اللي جايب 4 مثلا يعني او مثلا 3.600 مثلا في اسوء الاحوال يعني عمره ما يكون اقل من عرض النادي الاهلي يعني. النادي الاهلي بذل جهد كبير جدا في المفاوضات عشان يطلع بالرقم ده، فلما يجي حد بعدك يزود 2 مليون استرليني بعد كده اعتقد الامور تفرق كتير بالنسبه لهم يعني. ما بيحسبوها من ضمن برضه يعني الحاجات اللي وقفت عندها يعني للاسف يعني. طيب معانا طبعا معانا تليفون من كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي اسوان. كابتن احمد مساء الخير، اهلا بيك في البيت الكبير. حبيبي يا كابتن هاني، حبيبي اهلا بيك يا كابتن هاني، ومعلش انا مش عارف مين معاك الضيوف يعني. الاستاذ محمد القوسي طبعا الناقد الكبير. طبعا طبعا حبيبي، ده حبيبي حبيبي استاذ محمد. كابتن كشري اهلا بيك، لسه بنتغزل فيك انا وكابتن هاني. صحيح، خليك تشرف بجد، تحياتنا ليك على الاداء اللي وصل ليه نادي اسوان، ومبروك للنتيجه الكبيره اللي حضرتك حققتها النهارده، وده استمرار لجهدك الكبير مع الفريق خلال المرحله الاخيره يعني. يا رب يخليك انت، وحشني والله انت والكابتن الكبير طبعا كابتن هاني يعني منورين. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن. حبيبي حبيبي النهارده طبعا بنقول لك مبروك، فوز كبير على الانتاج الحربي 2-0 وباداء جيد، ومش هقول اداء جيد لان بصراحه الاداء منتظم بشكل رائع، ما يعني ممكن نكون في بعض المباريات اللي خسرتها ما بيكونش بسبب الاداء لكن سوء توفيق عدم خبره شويه، لكن بحييك طبعا على الاداء وبحييك على النتيجه، وعايز اقول لك كمان امام فريق محترم الانتاج الحربي كمان من الفرق القويه في الدوري، لكن بتادي بشكل جيد جدا، ولسه بنتكلم مع الاستاذ محمد ان كمان انت ما شاء الله عامل شكل كويس بعد طبعا كابتن مجدي عبد العاطي كمان كان عامل فرقه محترمه، الظروف كانت صعبه شويه، انت كملت بشكل مثالي على مستوى النتيجه وعلى مستوى الاداء. ربي يخليك كابتن هاني. طبعا انا الحمد لله بحمد ربنا على النتيجه النهارده، بلاعب فريق صعب جدا ومع مدرب كبير الكابتن مختار مختار، وفرقه فايزه الماتشين اللي فاتوا في التوب في المستوى بتاعهم، وفرقه منظمه طبعا جدا وعلى ملعبها، ودي اول مره اسوان تكسب الانتاج الحربي في تاريخها يعني، برضو حاجه النهارده يعني زي ما بيقولوا التاريخ تتكتب يعني. طبعا 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 وبعدين النهارده كابتن هاني برضو انا عايز اقول لك كنت لعيب كبير جدا النهارده كابتن، انا كنت بلعب ناقص 7 لعيبه عن ماتش سموحه، 7 تغيير يعني بالظبط، 7 لعيبه كتير قوي كتير قوي طبعا عندي 2 طردوا الماتش اللي فات الطرد طبعا بتاع ماتش سموحه، والباك رايت بتاعي مصاب، والباك ليفت في اخر كوره في المباراه ربنا يشفيه حسيني جاله الفرصه ليبي، وفادي فريد مصاب مش معايا كان تواجد معايا الفتره اللي فاتت، ومصطفى البدري لانه اعاره من الانتاج فما لعبش نتيجه التعاقد مظبوط، صعب يعني صعب جدا يا كابتن النهارده حتى كتير لما بتنقص لعيب ولا تتاثر انت 7 لعيبه في الماتش ده وبتكسب الانتاج وانت واقف منظم، وكنا اقرب لان احنا نضيف هدف ثالث، واللي جاب لي الجونين مين يا كابتن هاني؟ لعيب سيردي باك انا موظفه في قلب الملعب، هو محمد اسماعيل محمد اسماعيل وهو بيلعب طبعا، وسيردي باك يا كابتن هاني انت عارف يعني انت سيردي باك وانت موظفه كديفندر وسط ملعب، بس يعني حاجه تحسب للعيب وتحسب لك طبعا، لان يعني قليل قوي لما بنلاقي سيردي باكات بتهدف وخاصه في مباراه يعني مباراه صعبه يعني. وكان هيجيب الهدف الثالث لو حضرتك شفت المباراه ده، حاطط واحده بدماغه داخله الجون، حط ايده عامر فيها في اخر لحظه طلعها لمسها حكت في العارضه وطلعت جون يعني الحمد لله بفضل الله في مكاسب كثيره، وبنطمح ان شاء الله ان احنا نقعد بس مش اكتر من كده، ولان انت عارف انت خلاص انت دلوقتي في المركز ال 12 ب 28 نقطه اعتقد نطيت نطه يعني لو بصينا خلال الاربع خمس اسابيع اللي فاتوا لا يعني في، لكن انت خلاص مطمن يعني صوتك مطمن خلاص ان انت بدات تقول ان انا موجود خلاص في الدوري، نقدر نقول ان اسوان بدا يخش زي ما بيقولوا المنطقه الدافيه خلاص، والموضوع بالنسبه لك بقى على المستوى العصبي اقل شويه؟ لا يا كابتن هاني بصراحه لسه طبعا لسه بالعكس، الماتشات اللي جايه صعبه، الدور الثاني يا كابتن هاني مختلف خالص عن الدور الاول، مع احترامي لانك تلعب الدور الاول وانت بتلعب مع فرقه ممكن تجمع الدور الثاني، يعني في فرق كتيره كانت الدور الاول مش في حالتها، كان الدور الثاني دور بتاع البونت كله بيبقى عامل حساب الفرقه اللي قدامها، عشان كده لا ماتش بيرفعك وماتش ممكن يبعدك، انا المباراه اللي فاتت بتاعه سموحه كسبان سموحه 3 ومضيع اكثر من 4 فرص
وانت عارف ان احنا اتعادل معانا بيلين يعني حصل عليه في توفيق وعدم توفيق في مباريات، يعني اعتقد بيبقى في ساعات التوفيق معاك وساعات بيبقى في والله انا معاك، بس يعني كوره يعني معلش انت راجل كنت مدافع كتير، لما كوره تبقى داخله الجون بس او ماشيه بالعرض ولاعيب يروح مطلع الكوره باك ورد وما يلمس اللاعب اللي قدامه ويحسب ضربه جزاء عليا، انا عمري ما شفتها ولا عمري شفتها في اي حته، يعني ما بشطش مثلا دماغي اللاعب. بص يا كابتن بجد طول ما انت بتجتهد طبعا في مواقف كتير وانا مريت بمواقف زي دي كتير، بتبقى فيه بتبقى متضايق لان بتبقى مجهود فرقه ومجهود لعيبه ومجهود ناس كتير جدا وبتحس ان في اخطاء بتحصل، لكن صدقني حط كل ده ورا ظهرك وخليك ماشي. في ممكن مش هقول ظلم تحكيمي لكن في اخطاء تحكيميه ده وارد. لا ما بنقولش لا الاخطاء وارده يا كابتن وتوقع في اخطاء جايه. يعني نقطتين يا كابتن يعني كان زماني النهارده دخلت خمسه اوتادي في الدوري، تخيل نقطتين اثنين دول يفرقوا كتير جدا، كنت هعدي فرق كمان كبيره، كنت هعدي الاسماعيلي هعدي سموحه هعدي فرق كبيره اسماء كبيره، ده صحيح يفرقوا معايا، لكن طبعا الواحد بيقول الحمد لله ربنا النهارده عوضنا بشكل كويس وباداء كويس وانا ناقص بالعدد ده، لا احمد ربنا واشكر لعيبتي طبعا على الاداء الكبير اللي عملوه ده، يعني والحمد لله من مباراه لمباراه اللعيبه حتى لما بنخسر يا كابتن هاني يعني الحمد لله ما بنبقاش بنبقى ضيف تقيل على اي فريق، يعني ده حقيقي الحمد لله الحمد لله، يعني ده انا بشكر فيها اللعيبه عندهم اصرار بظل طبعا انت عارف امكانيات نادي اسوان متواضعه، يعني الناس بيحاولوا يجتهدوا معانا مجلس الاداره مظبوط يعني على قد ما يقدروا، لكن اللعيبه رجاله يعني ما احنا معلش هتلاقي مثلا لعيبه يعني ليها حاجات مائيه كتير وبتاع، اللعيبه رامينا كل دوره ظهرنا وركزنا في الملعب، فعشان كده ربنا كافئهم في المباراه بتاعت النهارده الحمد لله، مباراه كبيره وتفرق معانا في 6 بونت صحيح، وبقينا احنا والانتاج الفرق بسيط، فالحمد لله يعني انا مبسوط طبعا من اداء فرقتي، لكن بقول لك ان لسه المشوار طويل لسه صحيح. في مباراه جايه مهمه. استاذ محمد اللي عايز يقول لك حاجه او يسالك سؤال حبيبي. يا كابتن دلوقتي انت يمكن تقريبا الفرقه الوحيده اللي في الدوري اللي كل ماتشاتها بره ملعبها، يعني اسوان الوحيد اللي بيلعب كل ماتشاته بره ملعبه، مدى تاثير ده؟ النقطه الثانيه الوضع المالي، انا اعرف الوضع المالي طبعا صعب جدا عندكم، يعني ازاي بتتعامل مع الوضع ده؟ مستحقات اللعيبه مستحقات الجهاز، هل ده ليه تاثير؟ انا شايف اللعيبه بتلعب كانها يعني كل لعيب بياخد مليون جنيه في الماتش ما شاء الله، روح معنويه عاليه يعني، فازاي بتعالج؟ واضح ان شغل النفس بتاع حضرتك كبير جدا يعني، لكن كلمنا برضو وضح الصوره الماليه للناس، الوضع المالي فصح عشان الناس تعرف ازاي حضرتك بتعاني وبتحقق نتائج طيبه في ظروف صعبه يعني. والله طبعا اول حاجه موضوع الملعب، احنا الجدول الموضوع من المحطوط من اتحاد الكره، طبعا اتحاد الكره يشكر لان طبعا انت عارف الظروف الماتشات ورا بعضيها، لما العب كل 3 ايام او كل 4 ايام ماتش من الصعب جدا ان انا العب في اسوان وحركه الطيران مش منتظمه. انتوا ملعبكم اتحاد الشرطه اعتقد ده الملعب ملعب اتحاد الشرطه ايوه كابتن، ده وفر عليك اكيد كتير قوي، وفر عليك مجهود وسفر وحاجات كتير قوي. والله وفر عليا، برافو عليك، وفر عليا مجهود وسفر، لكن طبعا انا ملعبي كان يفرق معايا لو بلاعب بالفرق بعض الفرق اللي بتنافسني او بنفس الليفل في ملعبي هتبقى ليا طبعا هتبقى الافضليه لينا، لكن السفر يا كابتن مش منتظم، فانا عشان اطلع بقى كل 3 ايام العب صعب قوي صعب، اسافر بعد المباراه وارجع اعمل امتى التمرين واعمل الريكفري بتاعي امتى واخش في جو المباراه امتى، ده احنا بنخرج من المباراه زي النهارده بنفكر مين بنتكلم في مين المجموعه اللي تعمل مسحه ومين اللي 20 اللي معايا ما بنتحققش، فطبعا دي حاجه غصب عننا، والحمد لله اختيار الملعب للشرطه الحمد لله فضل الله جايين منه 5 بونت مع فرقه كبيره كستان المقاولين في ملعبي، سموحه هي اللي بتتعادل معانا بيتعادلوا معانا واحنا ناقصين في اخر المباراه، فالحمد لله برضو الملعب لحد ما الحمد لله يعني ماشي مع فرقتنا ومتناسب مع امكانيات فرقتنا، ونقول ان هو يعني عوضنا بعض الشيء عن ملعبنا بعض الشيء. اما بالنسبه للنواحي الماليه طبعا انتوا عارفين نادي اسوان ملوش موارد يعني امكانيات يعني صعبه شويه، اللعيبه للامانه ليهم مستحقات ما خدوش مستحقاتهم بالكامل، مكافئات يعني احنا في مكافئات كثيره متاجله، لكن للامانه يعني الناس بتحاول على قد ما بتقدر، سياده المحافظ اشرف عطيه بكده يعني دعم النادي ان شاء الله هيدعم الفتره دي، لكن احنا بنلعب في ظروف مختلفه عن كل فرق الدوري كلها، يعني انا مش عايز اقول الفرق اللي باللعيبه مثلا بيبقى حاطه رصده مكافاه كام وانا بلعب المباراه ممكن تكون الامور ما يعني عايزين ناخد المباراه بس عشان هو ده الشغل برضه كابتن احمد، برضه خلينا نتكلم في شغل فني بيتعمل، لكن كمان انك تلم الفرقه في ظروف صعبه وانك تكون معاك بتتكلم معاهم نفسي بشكل افضل
وان ممكن وقت من الاوقات المدير الفني يقول لكم ايه، احنا دلوقتي قدامنا سكه، مفيش بقى كلام في مكافئات، مفيش كلام في فلوس، ان شاء الله نقعد في الدوري وكل حاجه هتجي لك وزياده. يعني الكلام ده برضو كلامك مظبوط مليون المية يا كابتن هاني، وده اللي بيحصل فعلا. اللعيبه رجاله، قلت لهم اعمل لنفسك، انت جاي نادي اسوان كل مباراه بتلعبها سعرك بيعلى، بيبقى ممكن يبقى اكتر من الضعف. انت المباراه اللي بتلعبها ده رصيد ليك اكتر من المكافاه. اه انت ليك حق، والناس بتحاول ان هي تجيبه، وفعلا الناس بصراحه النهارده يعني قالوا ان شاء الله ان هم هيوفروا لنا مكافئات قديمه، يعني بيحاولوا. لكن بيحاولوا كمان، انت بتلعب باسم محافظه كمان كلنا بنحبها، ده كمان ده حافز. اه طبعا وشرف للعيبه ان هي صحيح محافظه اسوان، ناس الطيبين المحترمين صحيح مش كل فريق. لكن يا كابتن هاني الامانه، اللعيب لما بيبقى عايز وعايز يوصل لهدف معين، بيبقى الهدف اللي قدامه ان هو يلعب في حته كبيره او اسمه يكبر، مظبوط، بيبقى اهم من الماليات. انا مش هضحك عليك، انا نادي اسوان، انا يعني بعشق النادي ده ودربته قبل كده ودربت النصر التعديل. والله يا كابتن هاني في تنازلات انا عملتها حبا في النادي، ان انا يعني عارف ان النادي ده ان شاء الله هعمل معاهم، او يعني عايز اقول لك الكيمياء بتاعتنا شغاله مع بعضينا، الناس كويسه الحمد لله بفضل الله. يعني عمري ما بصيت لي، انا عن نفسي كمدرب عمري ما بصيت للماليات قد ما بصيت للهدف اللي جاي. لا انت بتبص قدامك اكتر ما بتبص تحت رجليك. انا عارف الكلام ده كابتن احمد، طبعا نورتنا جدا، وبنقول لك مبروك مره ثانيه، وان شاء الله بالتوفيق ليك والفريق اسوان، ان شاء الله تكونوا موجودين في الدوري السنه الجايه ان شاء الله. كابتن احمد كشري، شكرا جزيلا. شكرا ليك كابتن، شكرا ليك. من مدربين زي ما كان مدربين يعني ادي فرصه. اه بالظبط، ادي الفرصه وشوف وطلع وجو جديد. على فكره في مدربين كتير جدا في مصر لو خدوا الفرصه دي اعتقد هنشوف فيها، بحيث ان احنا دايره المدربين عندنا تبقى واسعه. ليه الانديه دايما بتلف؟ مدرب يبقى في فريق ويفشل مع الفريق ويتم اقالته ويروح النادي الثاني يجيب، ما تدي فرصه لحد ثاني جديد تجدد الدماء اللي عندك وتقدم حد جديد لمصر. انا بحيي نادي اسوان صحيح، يعني لم يجرؤ احد ان يديها للكشري، لكن اسوان اداها له وكتبنا وادى قبله للكابتن مجدي عبد العاطي الحقيقه. لكن الكابتن مجدي بعد ما مشي وما كملش التجربه راح اشتغل مدرب عام ثاني يعني صحيح. فالمفروض ان احنا ندي فرصه، مهم جدا ان يبقى عندك كوادر وكتيره في اتجاهات كتيره، اعتقد ان ده هيكون مفيد جدا للكره المصريه. ممكن نكتشف مدربين كبار، مدربين عظام، يبقى عندنا اجيال وتواصل اجيال، ما تظلش الدايره في اسماء معينه. مظبوط، اعتقد يعني النتائج النهارده حضرتك شايف ان بدات شويه ملامح، طبعا ملامح القمه بدات الى حد ما تتضح بشكل كبير. النادي الاهلي ان شاء الله بطل الدوري، تتكلم على نادي الزمالك الاقرب يكون للمركز الثاني، دلوقتي في صراع المركز الثالث ما بين المقاولين وما بين بيراميدز. اعتقد يعني الفتره اللي جايه على حسب طبعا الامكانيات الفنيه، واحنا شايفين نادي المقاولين ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا، لان المركز الرابع المركز الثالث بيلعب كونفدراليه، المركز الرابع بيلعب البطوله العربيه. نبص مع حضرتك على يمكن اخر خمس فرق، انت بتتكلم المركز ال 13 وادي دجله 27 نقطه، عندك حرس الحدود، طلائع الجيش، المصري البورسعيدي، نادي اف سي مصر، وطنطا. تمام، تقدر تقول لنا من الست فرق دول ممكن يكون ثلاثه هم ممكن يكون الاقرب شويه للهبوط للممتاز به؟ بص يا كابتن، خلاص يعني تقريبا طنطا واف سي مصر. مصر ده تقريبا الاقرب لعمليه صحيح. ان هم يعني ما يقدروش يعني نادي طنطا بعد 25 مباراه عنده 17 نقطه بالظبط. لكن خلينا نتكلم معاك في من المركز 12 من اسوان وادي دجله وحرس الحدود وطلاع الجيش والمطري، اعتقد ان صراع عنيف جدا يعني بين دول. هنشوف في المرحله الجايه يعني اي فريق هيقع في مباراه واحده هيتاثر بشكل كبير جدا. يعني انا صحيح. بتكلم في المصري ال 16 بس عنده والمصري عنده يعني استثنى المصري طلعه يعني هيعدي المصري بكل الاحوال، ناقص عدد كبير من المباريات، ناقص ثلاث مباريات يعني لكن عندك طلائع الجيش والحدود وادي دجله واسوان والجونه كمان، رغم ان عنده 30 نقطه بس الجونه لحد كبير في مرحله مستقره يعني. اعتقد بص يا كابتن هو صراع عنيف جدا جدا جدا، وده اللي بينعكس على المباريات اللي احنا بنشوفها. يعني انا شايف برضو البعض بيقول لك ان الدوري المصري وعك ولعب، لا انا شايف ان في مباريات قويه وفي بدا المستوى يتحسن بشكل كويس. يعني اتفرج على ماتش المقاولين وحرس الحدود النهارده، استمتع بكره قدم عظيمه. اللي اتفرج على ماتش بيراميدز والمصري شاف كفاح كبير جدا من لعيبه المصري واسامه لعيبه بيراميدز. الماتش الثالث برضو اللي هو كان اسوان والانتاج الحربي، ماتش برضو هاي ماتش قتال، في كلها قتال يعني. بص
صعب جدا انك تحسم دلوقتي، لسه برضه محتاجين وقت عشان نحسم الفريق الثالث اللي ممكن يكون مع طنطا. يعني انت في اعتقادك طنطا وافس مصر هم الاقرب؟ لا خلاص كابتن فرق دلوقتي يعني بدات الفرق تفرق عنهم بشكل واضح. فالصراع بين المجموعه اللي فوق دي صراع عنيف جدا، يعني اعتقد ان ده هيصب في مصلحه المستوى الفني للبطوله. صحيح. في الاسابيع المقبله يعني. طيب بكره عندنا ماتش مهم طبعا، واعتقادي الشخصي ان كمان النهارده سموحه بتتعادل مع الزمالك. ده بيدي كمان شويه بوش اكتر. لا طبعا. دي قربت. فانت شايف مباراه الاسماعيلي بكره هتبقى عامله ازاي؟ يعني الاهلي بيتعامل مع مباريات كله دلوقتي كان بيفكر في 8 نقاط قبل ماتش الزمالك، دلوقتي بيفكر في 6 نقاط، يعني بيفكر في الثلاث نقاط بتوع الاسماعيلي والاتحاد يعني. لكن دايما ماتشات الاسماعيلي مهما كان مستوى الاسماعيلي ومهما كان موقفه، الاسماعيلي صحيح عنده 30 نقطه وكان بيواجه صعوبات كبيره جدا، واخر حاجه الانتصار اللي انتصروا على فريق مصر، لكن في النهايه ماتشات الاهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، او ماتشات الاهلي مع اي حد بتكون صعبه جدا، وخصوصا مع الاسماعيلي يعني بيكون حاجه اشبه بديربي يعني. صحيح. مباراه بيبقى ليها ريكاردو البرازيلي هو المدير الفني خصوصية. الفني للاسماعيلي دلوقتي، مجلس الاداره تعاقد معاه بكره. احمد العجوز طبعا ومحمد حمص هم اللي هيديروا المباراه على المستوى الفني، هو تمام. هيكون متواجد في المباراه. لا طبعا يعني دي بتدي شويه حافز للعيبه بانه عايز يظهر بصوره. خلاص المدير الفني طبعا احترامنا طبعا احمد العجوز طبعا مدرب كويس، لكن وهيكون موجود يعني هيكون المدرب العام. اعتقد هم متفقين معاهم على كده. بالظبط. متفقين مع العجوز وحمص ان في مدرب جاي ريكاردو، ريكاردو عارف النادي الاسماعيلي سبق ودربه قبل كده مرتين. يعني فجاي وعارف يعني، فاعتقد ان اللعيبه هتلعب بشكل مختلف عشان هتعمل حساب الراجل اللي قاعد فوق اللي جاي يتفرج على اللعيبه يعني. واعتقد ان هم طلعوا بدافع من الماتش الاخير، مباراه مش هتكون سهله بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه بيبقى عندها دوافع كبيره جدا وعليها حسابات كبيره جدا من النادي الاهلي. يعني اعتقد انه ان شاء الله يعني يبذل جهد كبير جدا ويقدر يحسم الثلاث نقاط، لان لو حسمها هتبقى خلاص بقى دخلت على مباراه الاتحاد. ده مهم جدا انك تحسم مبكرا يعني، هو ما فيش مشكله بالنسبه للاهلي ان انا عاجلا او اجلا ان شاء الله الحسم قادم يعني، لكن كونك تحسم في الماتشين الجايين فاصبح عندك عدد غير قليل من المباريات تقدر بقى تشتغل فيه براحتك. خاصة البطولة بقى الأفريقية خلاص يوم 17 أكتوبر. يوم 17 أكتوبر رح نتكلم عن الجولية دي ومدى تأثيرها على النادي الأهلي. فده مهم جدا إنك تحسم علشان تقدر بقى تريح لعيبتك، تلعب بشكل مريح، تغير بشكل كبير، تدي فرصة للبدلاء، تدي فرصة للصغيرين، تريح لعيبتك بدل ما بيلعبوا كل الثلاث أيام يلعبوا مباراة واحدة في الأسبوع، يبقى مهم جدا. يبقى عندك روتيشن ممكن كل ماتش تلعب بفرقة. هتعمل روتيشن. لان خلاص بقى مش فارق معاك حاجه، خلاص النتائج بالنسبه لك ما تهمش، انت حسمت حققت الهدف الاسمى بالنسبه لك والفوز بالبطوله، مطلوب منك ايه؟ اعتبر المباراه الرسميه دي مباراه تجهيزيه بالنسبه لك للمرحله المقبله وتجهيز لعبتك لدوري الابطال. دوري الابطال اللي اتاجل النهارده تقريبا لما يقرب من شهر. قول لنا يعني ده اكيد في مصلحه النادي الاهلي، اعتقد بوجهه نظر الشخصيه مصلحه، خلينا مصلحه للجميع يعني، مش عايزين نقول النادي الاهلي بس يعني، دي مصلحه كبيره عامه اولا على مستوى، حتى على مستوى نادي الزمالك اعتقد برضو طبعاً. نادي الزمالك طبعاً. بيمر ببعض الاصابات، النادي الاهلي بص للمصلحه العامه اكتر ما بيبص للمصلحه الشخصيه شويه. تمام. واذا كان بص للمصلحه العامه فمصلحه النادي الاهلي يعني ده بيصب بنسبه كبيره جدا في مصلحه النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي ان شاء الله تكتمل صفوفه خلال الفتره دي، لما يكون عندك حسين الشحات داخل دلوقتي وبيتجهز اعتقد في اكتوبر، مع اول اكتوبر هيكون جاهز تماما للعب. لما يكون عندك كهربا مثلا بدا اهو في القايمه النهارده اول مره يدخل من شهر فبراير الماتش السوبر، اعتقد هيلعب معاك عدد كبير جدا من المباريات هيكون جاهز. لما يكون عندك عمرو السليه برده بعيد عن المباريات ومصاب الاصابه الاخيره اللي لحقت بيه يقدر يرجع تاني، يكون اجايي مثلا قدر يسترد مستواه الغايب عنه، يكون مثلا واحد زي بادجي اندمج اكتر مع الفرقه وتحرر من الضغوط اللي عليه وقدر يلعب بشكل كويس جدا، يكون تقدر تريح عدد كبير جدا من اللعيبه المجهده اللي عندك في الفرقه. اعتقد ان ده تاجيل رائع بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا يعني. والنادي الاهلي والوداد كان معانا نادي الزمالك يعني، نادي الزمالك يعني انا نادي الزمالك كان معترض يا كابتن على عمليه التاجيل. طب انا شايف الزمالك يعني الاكثر يعني استفاده من هذا التاجيل في ظل الوضعيه اللي هو فيه وتذبذب المستوى من مباراه لاخرى يعني. اعتقد ان حتى في بيراميدز في الكونفدراليه تأجيل برضه مفيد ليه، لأن بيراميدز بيمر بأسوأ حالاته في المرحلة الأخيرة دي، فطبعا ده كله فوائد للفرق المصرية كما هو فوائد أيضا للفرق المغربية. صحيح. أيضا لأن المغاربة أيضا بيمروا الوداد والرجاء بيمروا بظروف صعبة جدا وطبعا حتى النهاردة يمكن الوداد أقال مدربه الأسباني جريدو وعاد مدرب الأرجنتيني السابق ليه اللي مرن الفرقة، ففي تذبذب إداري وتذبذب فني وعدم استقرار
فده مفيد جدا بالنسبه لهم. اه طبعا ان هو ياجل لان خلاص كانت المباراه المفروض تقام خلال 10 يعني ايام. فالتاجيل افاد الجميع زي ما حضرتك قلت، افاد الجميع بكل تاكيد، ومهم جدا ان هو يتاجل، وكمان بيدي فرصه لاتحاد الكره ان يخرج من المازق اللي كان هيبقى موجود صحيح. فيه اللي هو انك انت تقدر تقدم الفرق اللي هتسجل في الابطال، والفرق هتكون الامور دي اتحسمت تماما بالنسبه لنا، وكمان قبل 20 اكتوبر بالظبط هتكون الامور كويسه جدا. فانا شايف ان دي خطوه مهمه جدا، ويمكن الاهلي كان مؤيد لهذا الامر بشكل كبير، وكان يعني كان امبارح الاهلي طلع ما يشبه البيان او التصريح الرسمي ان هو يعني لا يمانع في عمليه التاجيل. دايما الاهلي بيبقى ليه نظره، زي ما في الدوري كان عدد كبير جدا من الرافضين لعوده الدوري، والان كله يؤكد ويثبت صحه وجهه نظر النادي الاهلي في عوده الدوري. لو العوده الدوري ما شفنا هذه المنافسه وهذا المستوى وهذا الاداء، كان الاهلي والزمالك وبيراميدز هيلعبوا ازاي؟ طيب. كان كابتن حسام البدري هيجيب لعيبه منين لما تلغي موسم زي ده؟ كانت الخسائر الماديه غير الخسائر المعنويه غير الخسائر الفنيه كانت هتكون كبيره وكانت هتكون ضخمه. حقيقي. اعتقد يعني الاهلي لما بيفكر في قرار وياخده بيبقى مبني على اسس وثوابت ومصلحه عامه بشكل كبير جدا. حقيقي. واعتقد كل الفرق استفادت من عوده الدوري بشكل كبير. قبل ما انا مع حضرتك سريعا، اللقطه اللي شفتها النهارده وجود مؤمن في بيته في النادي الاهلي، وانا شايف ان لمه البيت الكبير كانت موجوده بشكل كبير جدا، اذا كان لعيبه ومسؤولين. ف شفتها ازاي؟ لمت البيت الكبير، هو ده البيت الكبير، هو ده بيت النادي الاهلي اللي استدعى ابنه مؤمن زكريا وجابه وحصل على كل مستحقاته خالصه الضرائب، عشان البعض بيقعد كتير جدا يتكلم في هذه النقطه ويقول الاهلي سابه، الاهلي ما سابوش يا جماعه ولا سابه، الاهلي دايما بيبقى ماشي صح وكل حاجه بتتم في وقتها. والان يعني بعد الاتفاق مع معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لان في اجراءات لازم يرجع للجهه الاداريه علشان يقدر يصرف له، وصرف له مرتبه وكل حاجه تمام. النهارده المشهد اللي انا شفت او الصوره اللي موجوده جوه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واقفه جنب مؤمن بيعمل نفس الحركه الاحتفاليه اللي بيعملها بيها، صوره بص يا كابتن فيها قيم كبيره، فيها مبادئ النادي الاهلي، فيها اخلاقيات، فيها يعني فيها حاجات انسانيه كبيره جدا، فيها جبر لخاطر هذا اللاعب مؤمن ورفع معنوياته. يعني ابتسامه مؤمن وسط لعيبه النادي الاهلي بهذا الشكل، اعتقد ان دي تخفف عنه كتير جدا وتساعده في عمليه الشفاء ان شاء الله. رساله للاخرين ان النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي ما بيسيبش اولاده اللي بيقدروه، هو ده النادي الاهلي اللي ما بيسيبش الاسماء اللي تعرف كيان النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي يمكن في فترات قريبه كان بيتكلموا خلاص بقى موضوع الانتماء مش موجود. لا الانتماء ما زال موجود، والنادي الاهلي بيحافظ على اولاده، النادي الاهلي بيحافظ على اولاده، تحط تحتها 100 شرط طبعًا. اللي بيقدر النادي الاهلي طبعًا. واللي عارف قيمه النادي الاهلي طبعا. ويمكن اللقطه دي برضو يعني عايزين نربطها، نادي سموحه النهارده لعيبه نادي سموحه برضو بيدعموا مؤمن زكريا كل لعيبه مصر بنفس الطريقه. جنش حارس مرمى الزمالك طلع في الماتش اللي فات وعمل لقطه جميله جدا، تحيه لجنش بشكل كبير جدا، وحاطط صوره مؤمن وبيقول انا بتمنى ان مؤمن يرجع ويسجل في مرمايه هدف. ايه هي دي الرياضه يا كابتن، هي دي السلوكيات، هي الاخلاقيات، هي ده حبنا لنفسنا. الرياضه ان احنا نبقى كلنا ايد واحده متقاربين، تعلمنا النبل والفروسيه والاخلاق والقيمه والمبدا. احنا عمر الرياضه ما كان هدفها تصارع، وعمر ما كان هدفها خروجات عن النص او اهانات لاي حد. كل التقدير وكل احترام لكل الناس حقيقه اللي وقفوا جنب مؤمن في هذا المشهد، ويا ريت كلنا نتعلم من الصوره دي. طبعا تحيه طبعا خاصه طبعا لجنش من اللعيبه اللي كنت موجود معاه في المنتخب، وعلى المستوى الاخلاقي يعني رائع يعني، وتحيه ليه طبعا. نزل صوره مؤمن على التيشيرت بتاعته، ومش هو بس، كل الناس بتدعي لك مؤمن، وشرويده كان قبليه، ولاعيبه كتيره جدا حتى فريق سموحه كله النهارده. فمصر كلها بصراحه، مصر كلها وراك يا مؤمن ان شاء الله باذن الله، ربنا يعني يقومك بألف سلامه وتعود للملاعب وتمتعنا كالعاده يعني. في نهايه حوارنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله يعني نشوفك بقى يوم ممكن الثلاث والاربع، ويكون الاهلي حاصل على الرقم 42 بطوله الدوري ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت نهايه فقرتنا الثانيه، ان شاء الله الفقره اللي جايه مع الكابتن عادل عبد الرحمن.